السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مش هطول عليك كتير، أنا عارف إن أنت خلاص مرتاح والدنيا باظت والساعة بقت 5. أنا هاخد من اسم المجموعة اللي إحنا سميناها الصحة والجمال، وأقول معادلة كيميائية بتقول إن الصحة والجمال تساوي المتعة. وحضراتكم كلكم عارفين طبعاً، هستغل برضو وظيفتي وخبرتي ان انا اقول ان معظم الناس مقتنعين باستخدام النباتات الطبيه والعطريه في كل بيت بيبقى موجود، وده بيختلف حسب ثقافات الشعوب وبيختلف من بلد لبلد. في مصر هنا من زمان معظم الناس يعرفوا بس النعناع، بعد شويه الريحان. في البلاد زي سوريا ولبنان والاردن والناس الشوام عارفين كتير قوي الزعتر والحاجات دي كلها، وبيستخدموها في كل اكلاتهم وسلطاتهم الحاجات دي كلها. انا مش هقول لكم اسامي النباتات الطبيه والعطريه لانها مملكه كبيره جدا، ولكن عايز اقول بصفه عامه انها مفيده جدا. انا النهارده عايز اقول مثل واحد يا دوبك بدا ينتشر في مصر من فتره قريبه، وانا حاطط لكم اعلان على الحيطه وفي اعلان تاني من ورا، شجره الموريندا. يا ريت حضراتكم اكتبوا بس كده على السيرش على جوجل كلمه شجره الموريندا، وهتكتشفوا فعلا انها الشجره المعجزه. لانه انا مش عايز اتكلم عن حاجات كتير الناس عارفاها، الشجره دي انتشرت في مصر قريب قوي. في ناس بيسموها شجرة البان، وفي ناس بيسموها شجرة المعجزة، بس هي الاسم العلمي ليها مورينجا اوليفيرا. الاسم المكتوب بالانجليزي ده هو ده الاسم العلمي ليه. هتلاقوا على النت يطلع لكم شكل الشجرة، وانا جبت صور بس طبعا مش واضحة قوي شكلها ازاي والورقة. على فكرة وصلوا بقى في منتجات موجودة في السوق من المورينجا، شاي المورينجا، زيت المورينجا، التخسيس، حاجات كتير جدا بقت بتستخدم من شجره المورينجا. المورينجا انا موجود عندي في البيت، الورق بتاعها بستخدمه زي النعناع، يعني تغلي الميه وتحط شويه ورق في الميه ومعلقه سكر وتشرب المورينجا. مش عايز اقول لكم بقى على الفايده وكم العلاجات اللي بتقول المورينجا، سواء بقى في السكر او الضغط الى حاجات كتير جدا. والراجل بتاع الصيدله بيشجعني بالورق بيقول لي هتبتدي معايا. برحب بيك.